السفرة بالابتدائية. وين كانت؟ كانت للصدور. أذكر تفاصيل السفرة، كانت سيارة يسمونها 4.5. السيارة؟ يسموها 4.5 سيارة. بالضبط بالضبط، يعني تشبه شبيهة للمنشأة. أوكي. إي يعني شلون المصلحة القاط واحد. أوكي. السيارة هاي كانت مشتهرة، أنا ذاك إحنا كنا صغار طبعًا، مو كبار بالعمر. إي أطفال بعد. ابتدائية. رحنا يعني صارت في وقت هاي السفرة صارت انتقالة في حياتي مو طبيعية. صدق؟ والله، لأنه شلون؟ رأساً اطلعت على تكتشف العالم الخارجي. العالم ما أعرفه، كنت أجهل يعني. يعني شنو، أنا أروح من المدرسة للبيت، إحنا بيتنا بقطع 41 ومدرستنا بقطع 25، بالمناسبة فرق بيناتهم شارع واحد. واحد. إيه؟ واحد، يعني هاي المسافة اللي أروح أو أرجع. هاي حدود حركتك. إيه حدود، وما تبقى هو هذا اللعب اللي بالشوارع وغيره. اللي هي رقعة جغرافية صغيرة. إيه صغيرة، يعني مسافة ممتدة، يعني كل حياتنا تبتدي من واحد تنتبه 11 لو بعشرة. فرأساً تتفاجئين وإذا أنت صاعدة بسيارة وتباعين من الجامعة على البساتين والحدائق وتنزلون بمنطقة شيء يعني يسمونها المنطقة الغناء الخضراء. صارت فعاليات، يعني خاصة كانت أجمل فعالية فعالية الأكل الجماعي. فكان عندنا معلم اسمه أستاذ خميس مهتم بالمسرح إلى درجة. جمعنا على شكل دائرة، قال أنتم لا حد يأكل لوحد، إحنا جبناكم بالسفرة. إيه؟ جبناكم بالسفرة مو بشكل شخصي، إحنا نريد نحسسكم بروح الجماعة. إيه؟ فبدينا نأكل، ويانا كانت الفراشة هم جاية للسفرة، جايبة وياها برامز وجايبة وياها قوري كتلة كبير ماكو مال شاي، وسوت لنا شاي. حتى رائحة الشاي كانت بوقتها تختلف عن اللي كنا نجتمع ببيوتنا. فحقيقة استمتعنا بيها، وهاي اللحظات يمكن يعني إذا بعد باقي 100 سنة إنه أبداً ما تغيب عني هالمشاهد. مؤثرة.